ونحن بنربطك بربنا سبحانه وتعالى. شوف يا صوفي تكورك تطق تنطط، دي دعوة ربنا. ربنا قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دو عينك. وربنا قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وحذيفة بن اليمان قال إن على الحق نورا، الحق عنده نور، لكن زي الصوفية اللي امبارح دعاة الشرك ودعاة البدع ودعاة عبادة القبور، يقول لك قبري معروف الكرخي الترياق المجرب، تمشي تتمردق بالقبر، ونحن دارينك تتمردق لله في السجود لرب العزة. دي دعوتنا. أما دعوة الصوفية تعصر كل عين الشيخ، أخ تف يبزغ لك في راسك وتجيب مرتك للشيخ لأنه ما ابتلت. الشيخ ده شغال في الدايات، مستشفى الدايات، تديها له 3 يوم ولا ما يهو الحاصل، يهو الحاصل. والبيكوركو برا ديل ناس مصلحجية، رضيت أبيت مصلحجي، عرفت كلامي أنت؟ زمان كنا بنحارب صوفي جنب الكنيسة بتاعت بحري زي أم بتاري اللي هنا ده نفسه، بس عرفت كلامي؟ اشترى 2 روزة من الحجبات اللي بيغوا الشباب المساكين من الطرائف، طلع عليه حاجة زي دي، قال لهم شفتوا الحبة دي؟ طلع عليه حاجة كده في كيس بتاع ايس كريم، ايس كريم الدردوم زمان داك، قال لهم دي واحد مشى ألمانيا قال عنده حصوة أبغى تطلع، قال جاني قرشة كرك قال وقعت بيتحت. ها؟ والله العظيم. قال لهم بعدين ده لو جلدته لبسته، قال كان الله ما أداك عمارتين زي ده، تعال قابلني بكم؟ قال ب25، لكن عشان أنتوا حلوين بتحبوا النبي قال زيدوا صلاة، قال ب10 جنيه. يديك عمارتين، الشيخ محتاج ل10 جنيه والشيخ يديك عمارتين ب10 مليار. يا ناس ده كلام بيخش المخ؟ ده كلام بيخش المخ؟ عشان كده بيجوطوا النفرين ولا النفر واحد بيجوط، لأنه دي شغلة بتاعت مصلحة. والله الذي لا إله غيره، أي محل فيه صوفية بيضللوا الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبينشروا لهم البدع والشرك وعبادة الشيوخ والقبور، نحن وراهم 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 ننظف الشغل ده بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أي محل، عرفت كلامي؟ وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.